سقفوا لي عمال. اهلا يا بهوات، طيب اي خدمه؟ بقول لك ايه، ما تعرفش استاذ سلومه فين؟ هو اللي قاعد على الترابيزه اللي هناك دي، اللي ماسك الجورنال ده. ماشي تشكر. استاذ سلومه؟ ايوه. انا حرب المهد، ده زين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلوا يا بهوات. تشكر. تشربوا ايه بقى؟ ده ولا حاجه، ربنا يكرم اصلا. صح، شايف انتوا ضيوفنا. مش مشكله يا ريس، خلينا في المصلحه على طول. طيب دي تصاريح دخولكم انتوا والعربيه المينا. المركب دخلت البوغاز النهارده الساعه 3، وزمان العمال دلوقتي بيفرغوها، يعني على 9 10 بالليل بالكتير هيبقوا العمال خلصوا تفريغ وروحوا، ومش هيبقى في حد هناك. هتلاقوا الكونتينر اللي انتوا عايزينه في المنطقه الجمركيه على رصيف 53 او 54. اتفقنا؟ كده انا عملت اللي عليا. سلام عليكم. ايه يا عم، حيلك حيلك حيلك، اقعد كده بس وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت مش جاي معانا ولا ايه؟ يا حبيبي انا كده دوري خلص، انتوا بقى الله يكون في عمركم. سلام عليكم. يا ايه البيعه الميري دي؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا عم حاربي؟ مفيش بقى، نستنى لحد الساعه 10 وبعد كده نشوف حلنا. صلاح، في ايه يا صلاح؟ انت كنت عايز تضربني في ايه؟ ابدا، وحشتني ونفسي اشوفك. بس كده؟ وهي دي حاجه شويه يا ميسي؟ الله يجازيك يا صلاح، انت وقعت قلبي، انا قلت اجربلك حاجه. ايه ده ايه ده؟ انت بتخافي عليا ولا ايه؟ طبعا. بقالك كتير ما جيتنيش البيت، فاكره؟ اشربي شاي ولا قهوه؟ نسكافيه ولا نسيت؟ عمري ما نسيتك ابدا، دايما في قلبي وفي عقلي. طيب تعالى بقى نعمله زي زمان. عندك لبن؟ اه اللي عندك. معلقتين ونص زي زمان؟ لا ده كان زمان، انا دلوقتي بشرب كل حاجه من غير سكر. ليه صراحه؟ زي ما تقولي اتعودت على المر. طيب ما تجرب تغير وتتغير؟ تفتكري ممكن؟ جرب. ماله؟ أجرب. اقفلي الراديو يا أمين، عايز أتكلم معاكي شوية. حاضر. خير يا أكرم، في إيه؟ النهاردة حصلت حاجة غريبة أوي في القسم، عايز أحكي لك عليها. حصل إيه؟ رؤوف، رؤوف جالي المكتب وقال لي كلام غريب أوي ما كنتش متصوره. عارف؟ عرفتي إزاي هو قال لي إيه؟ لأن زي ما هو شافني مع حربي أنا كمان شفته. شافك مع حربي؟ أنت مش بتقول إن هو قال لك؟ قال لي انه صرف نظر على موضوع الارتباط بيكي، لكن حربي ما جابليش سيرته خالص. طيب ما كده احسن برضه، كده عفاك من الاحراج. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت فضحتينا. اكرم زميلي، انا ما بعملش حاجه غلط. عايزه تعملي ايه غلط اكتر من كده؟ ها؟ عايزه تعملي ايه؟ ماشيه بتتصرمحي مع واد صايع في كل حته والناس شافتك معاه؟ ايه؟ خلاص؟ ما بقالكيش كبير؟ عايزه تفضحيني على اخر الزمن؟ ردي عليا، ردي يا سفلة، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اكرم؟ انت اتجننت؟ استهدى بالله يا اكرم، استهدى بالله. ايه اللي حصل؟ بنتك قدامك يا ست اللي واسالها، ماشيه تتصرمح مع واد صايع عرباجي رد سجون، وحضرتك قلت لي انا هتصرف معاها. لا اتصرفت ولا عملت اي حاجه، اهي قدامك اهي، اتصرف معاها وريني هتعمل فيها ايه. ويكون في علمك اللي اسمه حربي ده انا مش هرجع عنه غير لما ارميه بحديد، فاهمه؟ أكرم أكرم، حقيقي كلام الأهل وأكرم ده يا أماني؟ أنت يا بنت حقيقي الكلام ده؟ ماما أنا ما عملتش حاجة غلط. مش ده رد سؤالي، إيه اللي بينك وبين الولد اللي اسمه حربي ده؟ اللي بيني وبين حربي زي اللي بين أي بنت محترمة شافت ولد وأعجب بيها وأعجبت بيه بس. هو ده اللي أنا كنت خايف منه يا بابا.
بلاش تحكم على حربي من قبل ما تعرفه. مهما تقولي يا اماني، انت بنت اللواء حسنين المصري واخوك ضابط شرطه، وارتباطك بولد زي ده رد سجون منتهى الجنون. يا بابا حربي مش مجرم، حربي ضحيه، لا سرق ولا قتل، واحد كان بيدافع عن امه. اي حد كان في مكانه كان هيعمل كده واكتر من غير ما يفكر ايه النتيجه ولا ايه العواقب. وبعدين يا بابا ما هو خلاص خد جزاءه واتسجن وخرج، ودلوقتي ابتدى حياه شريفه. انا مش شايفه ان ده غلط او عيب. وبعدين هو لو كان مجرم زي ما بيقول اكرم كان اول ما خرج من السجن اتحول لصايع او بلطجي، بس ده ما حصلش. اسمعي يا ماني، انا عايز اقابل اللي اسمه حربي ده. ايه تقابله؟ أظن من حقي أعرف البني آدم اللي بنتي بتشوفه وتقابله ومعجبة بيه، خصوصاً لما يكون في إعجاب متبادل. حددي لي ميعاد معاه وفي أقرب فرصة، مفهوم؟ ودي كانت أكبر غلطة غلطتها في حياتي. سمعت كلام أمي ووافقت على عدلي، كل ده كان عشان خاطر الفلوس. اشتراني بفلوسه. لكن ياخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. 7 سنين يا صلاح، 7 سنين وانا عايشه مع بني ادم ما عندوش رحمه، ما عندوش إنسانية، إنسان كل همه الفلوس ومصلحته وبس. الناس من حواليه مجرد سلم يطلع عليه أو حتة ديكور يتزين بيها. عدل ده بني آدم ما عندوش قلب. طب ما سبتوش ليه يا ميسا؟ أسيبه أروح فين يا صلاح؟ أروح لمين؟ ده بعد جوازي من عدلي اتقطعت صلتي بكل الدنيا، حتى أمي مش بشوفها غير في المناسبات وبس، أو لما تعي. وهي دي الحجة اللي أنا خرجت بيها النهاردة. يعني انت يا ميسا عايزه تفهميني ان عدلي ضحك عليكي وخلاكي سرقت المستندات من مكتبي ودخلت من السجن، ورجع ضحك عليكي تاني وجوزك بفلوسه، وانت جايه دلوقتي تشتكي لي؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا ميسا؟ صلاح صدقني انا عايزه مع عدلي، حاسه ان انا مدفونه بالحياه. عارف يا صلاح، يوم ما كلمتني واتقابلنا كانت أول مرة من سنين أحس إن أنا عايشة، أحس إن أنا بني آدم عندي قلب رجع يدق تاني. صلاح ما تسيبنيش يا صلاح، أنا مبقاش ليا حد غيرك في الدنيا. عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي الزمن يرجع بيا 7 سنين ورا، الوقت ما كنا بنحب بعض، كنا مخطوبين. نفسي صلاح، نفسي. الماضي خلاص حصل، مفيش في ايدينا نغير، بس المستقبل، المستقبل كله ملكنا. نقدر نغير، نصلح اخطائنا، نرجع حقنا تاني. يا ريت يا صلاح، يا ريت.
هيحصل. هيحصل. طول ما احنا مع بعض وإيد واحدة كل حاجة في الدنيا ممكنة يا ميسة. كل حاجة. وأنا أوعدكم إن الانتخابات اللي جاية هتكون أنزه انتخابات في الـ30 سنة اللي فاتوا. هتكون منتهى الجدية ومن غير أي ضغوط. لأن هو ده المبدأ اللي احنا أسسنا بيه الحزب من أول يوم. منتهى الصدق، منتهى الشفافية. آه رشد، عرفت حاجة؟ زي ما حضرتك توقعت بالظبط. قصة حب معقدة، مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة غير أنا وأنت ونشوى وبس. قصة حب معقدة، حلوة معقدة. أنا توقعت معقدة. بس كويس. كويس إن احنا هنمسك نقطة ضعف عند الواد اللي اسمه حرب ده. يعني نقدر نستغلها في الوقت المناسب. ده لو فكر في أي لحظة إنه يلعب بديله. رشا، أنا عايزك أنت ونشوى تتابعوا الموضوع ده بس من تحت لتحت. من غير ما حد يحس. طبعا يا باشا. بالمناسبة الموضوع بتاع نشوى ده ينزل في العدد اللي جاي. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. الو؟ ايوه عزيز بيه. سبحان الله، ده انا كنت لسه بتفرج عليك في التلفزيون. كنت منور الشاشه والله. لا لا لا، ده انت قلت كلام رائع. انا بكره ان شاء الله هنشر كلامك كله في الجريده عندي وفي الصفحه الاولى تحت منشط الصدق والشفافيه شعار المرحله القادمه. لا العفو يا باشا، ربنا يخليك لينا ولمصر كلها. ده احنا بنفتخر بيك في كل حته. بكره الصبح خير يا باشا. لا لا طبعا ما عنديش اي مانع. هكون قدام سعادتك في الميعاد بالظبط. مع السلامة. مع السلامة يا عزيز بيه. خير يا باشا. عزيز بيه كان عايز ايه؟ عايز يقابلني بكرة الصبح ضروري. ما قالكش بخصوص ايه؟ ما قالش. بس صوته وطريقة كلامه مش مطمناني. واحنا مستعجلين على ايه؟ بكرة مش بعيد.